استعرض وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن مستجدات المبادرة السعودية الأمريكية بشأن السودان المتمثلة في عقد مفاوضات بين ممثلي طرفي الأزمة في جدة بما يضمن أمن واستقرار السودان. وخلال اتصال هاتفي أكد الطرفان أهمية وقف التصعيد العسكري فيما بحثا تطورات النزاع على الأرض. المزيد تنضم إلينا من واشنطن مراسلتنا أمينة سريري. أمينة، اهتمام أمريكي واضح بالأزمة في السودان وتنسيق مع المملكة العربية السعودية وكذلك مصر، ما أهمية هذا الملف بالنسبة للبيت الأبيض حاليا والمبادرة الأمريكية هنا؟ هل في أي تفاصيل عنها، خصوصا أن الجيش السوداني يقول هي ليست وساطة، هذه فقط وقف إطلاق نار؟ نعم يوسف، حقيقة بيان الخارجية الأمريكية كان أقل كرما من الجانب السعودي الذي تحدث عن هذه الوساطة الأمريكية السعودية لتهدئة الأوضاع في السودان ولخلق أرضية للحوار بين طرفي النزاع في السودان. ما جاء في بيان الخارجية الأمريكية هو نقاش بين وزيري خارجية الولايات المتحدة والسعودية، نقاشهما لعدد من الملفات الإقليمية، ليس السودان فقط بل عدة قضايا أخرى بما فيها اليابان، داعش أيضا، لكن مع التركيز بطبيعة الحال على الأولوية الملحة للسودان بطبيعة الحال. لكن ما يدور في الكواليس بشكل غير رسمي بالفعل هو تنسيق أمريكي سعودي، لما تقول السعودية أنه مفاوضات ستحتضنها مدينة جدة لطرفي النزاع، كما قلت لتهيئة أرضية للحوار بين الطرفين لإنهاء هذا النزاع. هذا الملف نعم مهم بالنسبة لإدارة بايدن يوسف، وهذا جواب على سؤالك، لأن هناك العديد من الانتقادات الموجهة لهذه الإدارة خاصة من قبل الخصوم الجمهوريين الذين يتهمون إدارة بايدن بالتهاون والتعامل بشكل لين مع خاصة المكون العسكري في السودان. كانت هناك العديد من المناسبات السابقة التي قيل بأن إدارة بايدن كان يجب أن تتعامل بشدة أكثر، وهذا لربما ما يبرر التحرك الأخير للرئيس الأمريكي جو بايدن الذي قام بإعطاء الضوء الأخضر لإدارته الخزانة الأمريكية والخارجية لفرض عقوبات على أطراف النزاع، وهذا ما يتوقع أن نراه في الفترة المقبلة، خاصة إن لم تنجح المبادرات في على الأقل تحقيق هدنة حقيقية، لأن المخاوف بدأت تكبر خاصة مع سقوط عدد كبير من القتلى. وهذا ليس التحرك الوحيد للولايات المتحدة الأمريكية، هناك تحرك آخر على مستوى الأمم المتحدة، واليوم فقط قامت الولايات المتحدة الأمريكية بالإضافة إلى المملكة المتحدة النرويج وألمانيا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالدعوة إلى جلسة طارئة في الأسبوع المقبل، وعلى الفور يعني 52 دولة تقريبا انضمت إلى الموافقة على هذا الاجتماع مع احتمال مزيد من الدول، لأن الجانب الإنساني يطغى على الأمر بشكل أساسي، خاصة مع عدم قدرة دخول المساعدات الإنسانية إلى السودان ومغادرة يعني الألاف بشكل متزايد. شكرا جزيلا لمراسلتنا من واشنطن أمينة أسريري.